في حياتي وأيامي ومليني عبيرك يسوع حي فيا. نشيدي يعلو بالهتاف وكذا التمجيد والصبح والترنم لسيد المجيد. فذاك إله الذي سكناه في قلبي فأهتف وأنشد يسوع حي يسوع حي فيا. انهاجت البحار من حولي ولا سنيد واشتدت الحرب مع عدوي العنيد. لا أرهب وليس ذا بفضل قوتي بل واثق أن العلي يسوع حي في. Oh,
جت البحار من حولي ولا سنين، واشتدت الحرب مع عدوي العنيد، لا أرهب وليس دم بفضل قواتي، بل واثق شعري يبقى شعاري دائما يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، فذا نشيد غلبتي يسوع حي أخيرة بتقول كده: أعطيك قلبي، أعطيك لك أنا يا سيدي، أعطيك أمال الكبار، أعطيك ليلي والنهار، لك يا سيدي لك أنا بجملتي، كل طير في السماء وكل عشب إنما والزهر في أغصانه لك يغني باسمة، لك يا سيدي. تسبيحتي، تاي مع بعض كلنا، لك يا سيدي يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي، وكل طير في السماء قد نما والزهر في أغصانه لك يغني باسما، وكل طير في السماء وكل عشب إنما لك يغني باسما، تعالوا مع بعض كلنا، لك يا سيدي
محبتي وثقتي يا ضامنان سلامتي. لك تاني مع بعض. لك يا رب شكرا ليك من كل القلب قدام محبتك وعملك لأجلنا وشخصك الرائع والجميل. يا رب بنقول لك مع المرنم يا سبب وجودي ليك سجودي. جايين يا رب نشكرك في هذا الصباح وجايين نسجد عند قدميك وجايين نقول لك متشكرين يا رب، متشكرين من أجل إحساناتك. إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى لأن مراحمه جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. شكرا ليك يا رب لأن حتى لو في يوم فقدنا البصيرة لكن أنت بتعيد لنا بصيرتنا يا رب. يا رب قال عبدك قديما كده كنت أعمى والآن أبصر. يا رب أنت تفتح العينين في هذا الصباح وتفتح القلوب. أي واحد يا رب أعمى عن الطريق أنت تقدر يا رب تفتح له عينيه. أنت اللي قلت مرة كده أنا هو الطريق والحق والحياة. أنت اللي تعلمنا وأنت اللي تنور بصيرتنا وانت اللي تفتح اذهاننا في هذا الصباح يا رب. جايين في محضرك مرميين عليك وعلى نعمتك، ملناش غيرك. متعنا بيك في هذا اليوم واكشف لينا من عجائب كلمتك يا رب. لكل كمال رايت حدا، اما وصيتك فواسعه جدا. لك يا رب كل المجد. امين.
صباح الخير. صباح الخير. Good morning, huh? I had to practice that 50 times this morning. قاعد يتدرب عليها 50 مرة الصبح. Yeah, the mic. Noah's flood, key to earth history. طوفان نوح أساسي لفهم تاريخ الأرض. I think I mentioned to you earlier. هو بيعتقد إنه ذكر لكم قبل كده. As I have spoken on creation in many countries. لما أتكلم عن الخليقة في دول كتيرة. I have found that most Christians have not thought about Noah's flood. إنه أغلب المسيحيين ما فكروش بطريقة عميقة بخصوص طوفان نوح. As they try to deal with this millions of years. وهم بيحاولوا يشوفوا موضوع ملايين السنين اللي بيقول عليه النشوء والارتقاء. ما دام ما درسوش طوفان نوح هيبقى عندهم مشكلة. But the flood is absolutely critical to this question. لكن طوفان نوح أساسي لفهم حقيقة تاريخ الكتاب المقدس. So in this session we want to look carefully at what the Bible says about the flood. في المحاضرة دي هنشوف الكتاب المقدس بيقول إيه عن الطوفان. And then in the next session we will look at geology. وفي المحاضرة القادمة هنتكلم عن تأثيرات الطوفان على طبقات الأرض والحفريات. Now in the history of the church there have been four views of Noah's flood. في تاريخ الكنيسة كان هناك أربعة آراء حول الطوفان نوح. For the first 1800 years. لمدة 18 قرن الأولانيين. The almost universal belief in the church was. كان في اقتناع كامل في كل الكنيسة. Noah's flood was a global historical catastrophe. إن طوفان نوح كان طوفان عالمي شامل ومؤثر ومدمر. When the water reached the highest levels. لما المية ارتفعت لأعلى ارتفاع. The whole planet was covered with water. كل الكرة الأرضية اتغطت بالمية. But as we saw yesterday. لكن زي ما شفنا في محاضرة الأمس. About 200 years ago, the idea of millions of years was born. من حوالي 200 سنة ابتدت فكرة ملايين السنين في الجيولوجيا. And many Christians accepted that idea. وعدد كتير من المسيحيين ابتدى يقبل فكرة ملايين السنين. And they reinterpreted the flood. وحاولوا يعيدوا فهم طوفان نوح. And so some said it was a historical local catastrophe in the Middle East. ففكرة تانية قالت إنه هو فعلا حصل. بس كان محدود في مكان واحد في منطقة الشرق الأوسط. Some said it was a historical global peaceful flood. شوية قالوا إنه هو كان عالمي صحيح بس ما سابش أي تأثير في طبقات الأرض أو الحفريات. So peaceful it left no geological evidence. كان مسالم جدا هذا الطوفان بحيث إنه ما سابش أي تغيرات جيولوجية. And then there were others who said Genesis is a myth. ومجموعة تانية قالت لا ناخد الموضوع رمزي ودي كلها قصة أو أسطورة ناخد المعنى منها لكن هي مش حقيقة. I'm only going to mention a few evidences that it was a historical event. دلوقتي هنشوف الأدلة على إنه كان حدث حقيقي. But I want to focus on what the Bible says showing it was a global catastrophe. بس عايزين نركز على ما يقول الكتاب المقدس عن الطوفان نفهم هو وصفه ازاي. Genesis 6 to 9 is historical, not a myth or a legend. الأصحاحات من 6 ل 9 في سفر التكوين اصحاح واحد في سفر التكوين هي أصحاحات حقيقية تاريخية ما هياش أسطورة. And there are many evidences in the Bible I could point to support that. وفي أدلة كتيرة في الكتاب المقدس تؤكد إن الأصحاحات دي والأحداث اللي حصلت فيها أحداث حقيقية. I just want to mention the words of Jesus and Peter. عايز يذكر كلمات الرب يسوع له المجد ويذكر كلمات الرسول بطرس في هذا الموضوع. Jesus spoke in Matthew 24 about his second coming. الرب يسوع اتكلم في إنجيل متى وأصحاح 24 عن مجيئه الثاني. And he said beginning in verse 37 to 39. وابتدى يقول من عدد 37 لعدد 39. Shall I read? Yeah. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون مجيء ابن الإنسان. لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع كذلك يكون مجيء ابن الإنسان. So Jesus believed in Noah.
الرب يسوع اعتقد في وجود شخصية اسمها نوح. He believed in the flood. الرب يسوع كان يؤمن يثق ان في حاجة طوفان عالمي. And he believed in the ark. والرب يسوع كان بيقول عن الفلك. And he said that judgment is a warning of the judgment to come. والعقوبة اللي حصلت في الماضي في أيام نوح بالطوفان هي مثال للعقوبة اللي هتحصل في مجيء ابن الإنسان مرة تانية في نهاية العالم. Peter also believed the flood. وهو كمان آمن بالطوفان. In 1 Peter 3, he mentions that 8 people were saved. في رسالة بطرس بيقول إن 8 أفراد نجوا. He repeats that in 2 Peter 2. في رسالة بطرس الرسول الثاني بطرس الرسول الثاني والأصحاح الثاني هو أكد هذا الحق مرة ثانية. Where he links the flood of Noah with the destruction of Sodom and Gomorrah. لأنه بيتكلم عن الطوفان العالمي اللي حصل أيام نوح وبيقارنه بالنار اللي انسكبت على سدوم وعمورة. And Peter clearly believed both of those were historical accounts. والرسول بطرس كان مقتنع تماما ان الحدثين دول الطوفان واحراق سدوم وعموره احداث تاريخيه حقيقيه. But then in chapter 3 we read in verses 3 to 7. وفي اصحاح 3 من عدد 7 من عدد 3 لعدد 7 الرسول بطرس بيقول عالمين هذا اولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا منذ بدء الخليقة، لأنه هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك، وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. Peter says there will be people who scoff at the second coming of Christ. إن هيجي ناس مستهزئين بخصوص موضوع مجيء المسيح الثاني. And they will scoff because they reject the creation and the flood. وهيتريقوا علينا أو هيستهزئوا لأنهم بيرفضوا الطوفان العالمي ومجيء المسيح الثاني. And if you read verse 4, ولو قريت عدد 4, you get a very good summary of uniformitarianism. هتلاقي فكرة ملخصة عن موضوع اليونيفورماتيزم اللي هو الوتيرة الواحدة، إن التغيرات اللي كانت في الماضي هي اللي في الحاضر في المستقبل. All things continue as they have from the beginning of creation. كل شيء قائم كما كان منذ الخليقة. And of course, Peter was just an ignorant fisherman. الناس بيقولوا على بطرس إنه مجرد صياد سمك يعني. Isaiah 54 verse 9 also mentions Noah. في سفر إشعياء أصحاح 54 وعدد 9. And here God is speaking through the prophet Isaiah. إن الله بيتكلم من خلال النبي إشعياء وبيقول عن نوح. And he makes a promise to Israel that is like the promise he made to Noah. والله بيعطي وعد لشعب إسرائيل في شعبه في القديم كما أعطى لنوح. And in Ezekiel 14. وفي إشعياء وفي حزقيال 14. God talks about Noah and Job and Daniel. الرب بيتكلم عن نوح وعن أيوب وعن دانيال. And their righteousness. ونقائهم أو طهارتهم أو كمالهم. And God is clearly saying all these men were equally historical. فالله بيقول إن الناس دول كانوا ناس حقيقيين، نوح وأيوب ودانيال. Then in the New Testament we have the genealogy of Jesus. في العهد الجديد بنشوف نسب الرب يسوع المسجل في متى وفي لوقا. Luke records it. في إنجيل لوقا بيسجل نسب الرب يسوع. All the way back to Adam. بيوصله لحد آدم. And Noah is in that list. ونوح موجود في سلسلة الأنساب. All of those people must be historical. كل الناس دول لازم يكونوا أشخاص تاريخيين حقيقيين. Or Jesus is descended from a myth. يبقى الرب يسوع اتولد من خرافة في القمة. And then we have the final evidence I will mention. والدليل الآخر أو الأخير اللي هيذكره.
عن الطوفان. This event is historical. إنه الطوفان ده كان حاجة حقيقية في التاريخ. Because it is remembered in the minds of people groups all over the world. لأنه قعد في ذهن الأشخاص اللي موجودين في كل بقاع العالم المختلفة. There are over 200 flood traditions. في حوالي 200 قصة عن الطوفان في الحضارات المختلفة في العالم كله. And many of those stories have similar details to the biblical account. وعدد كبير من هذه القصص عن الطوفان في الحضارات المختلفة تحوي معاني كثيرة موجودة في سفر التكوين. The most famous non-biblical account is the Gilgamesh epic of Babylon. الحاجة المشهورة قوي اللي فيها تسجيل أحداث طوفان هي وثيقة جلجاميش. So there's very strong evidence that the flood was historical. ففي أدلة كتيرة تثبت إن الطوفان كان حدث تاريخي عالمي حدث بالفعل ما هوش أسطورة. But now let's consider that it was global. تعالوا نشوف هل كان محلي ولا كان عالمي. And there are several lines of evidence. وفي أدلة مختلفة. First, the purpose of the flood. إيه كان هدف الطوفان؟ God did not send the flood to destroy sinful man. Sinful man. Sinful. Yeah. Man. الرب أرسل الطوفان عشان يقضي على الخطاة. We need to read the Bible carefully. لازم نقرأ كلمة الله بدقة. Genesis 6. في أصحاح 6 من سفر التكوين. In verse 7 it says. في عدد 7 بيقول. I will blot out man whom I have created from the face of the land. إني هقضي على الإنسان الذي خلقته من وجه الأرض. From man. To animals, to creeping things, to birds of the sky. الإنسان والحيوان والطيور التي في السماء وزحافات الأرض. And then at the end of verse 13. وفي نهاية عدد 13. God says, "Behold, I will destroy them with the earth." إنه كمان هيقضي على الأرض. فالطوفان هيأثر. I'll just summarize. الإنسان والحيوان ودبابات الأرض والطيور والأرض نفسها. So it wasn't just to destroy sinful man. مش بس عشان يقضي على الإنسان. And he mentions the birds. وذكر أيضا الطيور. In these chapters, it mentions the birds 9 times. في الأجزاء من اللي بتصف الطوفان بيذكر الطيور 9 مرات. God wants us to know. الله عايز يقول لنا. That the birds were going to die in the flood. إن الطيور هتموت كمان في الطوفان العالمي. But if the flood was just in the Middle East, لو كان بس الطوفان محلي في منطقة الشرق الأوسط, most of the birds in the world would not die. كان أغلب طيور العالم مش هتموت لأنها تطير في حتة تاني. Only a global flood will accomplish this purpose. ما فيش غير إن يكون طوفان عالمي شامل علشان هدف الطوفان من قتل الطيور يتم. Then we see the repetition of universal terms, phrases, or words. بنشوف إعادة التعبير عن إنه عالمي عالمي عالمي. In these chapters, في أصحاح 7, over 60 times there are words like all, every, under heaven. في الأصحاحات من 6 إلى 8 اللي بتصف الطوفان, how many? Over 60 times. أكثر من 60 مرة تكررت كلمة الكل, كل, وهكذا. Now it is true that the word, the Hebrew word for all, kol, إني كلمة العبرية لكلمة كل, does not always mean literally all. مش دائما بتعني إنه لازم يكون كل كل حاجة. But it often does. لكن عادة ما تعني كل برضو. And in this case, when you have all this repetition, وفي الحالة دي لما تشوف كل تكرار كلمة كل كل كل, it's emphatic. هي قاطعة حاسمة. Then we see the height of the flood. هنشوف ارتفاع الطوفان. In Genesis 9, it says, Genesis 7, it says all the high mountains were covered. في أصحاح 7 من سفر التكوين بيقول إن المياه غطت أعالي الجبال. Everywhere under the heavens. في كل الجبال اللي على الأرض تحت السماء. Now water seeks to go to the lowest level plane. المياه بتجد مستواها فتنزل لأقل مستوى ممكن يكون. Now I don't see any mountains here. أنا ما شافش جبال في المنطقة دي. But I guess you have mountains in Upper Egypt. لكن بيعتقد إن في جبال في الجزء الصعيد مصر.
If you were to cover the mountains in Upper Egypt, لو غطيت الجبال اللي في الصعيد مصر في الجنوب with water, ومية for months, لمدة شهور, you would flood London, New York, Los Angeles, Tokyo. هتغطي المية كل الجبال اللي في العالم في الأماكن المختلفة من اليابان لأمريكا. Have you ever seen a flood like this? هل عمركم شفتوا فلود زي اللي مرسوم على السبورة؟ شايفين؟ I'll explain the picture. لو بصيتوا للجزء السفلي هتلاقوا قمة أعلى جبل وبعدين المية مرتفعة الكتاب بيقول بمقدار 15 ذراع يعني حوالي 7.5 متر وبعدين الفلك بيطفو هل المية تقف ندا واحدا كده؟ المية بتجد مستواها. Have you ever seen a flood like that? عمركم شفتوا طوفان بالشكل ده؟ مش ممكن فيزيائيا مش ممكن. No, you never have. مش ممكن تكونوا شفتوا حاجة زي كده. That was produced by one of our clever artists at the office. الرسمة دي اتعملت بواحد فنان في الأوفيس عندهم في المكتب هناك عمل دي من الفوتوشوب. You could not have a flood like that. مش ممكن يكون في طوفان بالشكل ده. Unless God supernaturally put His hands around the Middle East. إلا إذا الله حط إيده بمعجزة علشان يخلي المية تقف ندا واحدا بهذا الشكل. To contain the water. عشان يحتوي المية. But there is nothing in Genesis that says God was containing the water. لكن ما فيش دليل كتابي في سفر التكوين من أصحاح 6 ل 8 وصف الطوفان يقول إن الله تدخل بصورة معجزية عشان يجعله طوفان محلي. The idea of a local flood covering all the mountains under the heavens. الفكرة إنه طوفان محلي يغطي كل قمم الجبال في العالم. Is unbiblical and illogical. هي فكرة غير كتابية وغير منطقية. Then there is the duration of the flood. الحاجة الثانية مدة الطوفان. It didn't last for 40 days and 40 nights. ما قعدش بس 40 يوم و40 ليلة. It lasted for 371 days. هو قعد 371 يوم. From the time that the flood began. من بداية الطوفان. Until Noah came off the ark. لحد ما نوح جه وخرج من الفلك. And the Bible gives us very specific time statements. والكتاب المقدس بيدينا تواريخ دقيقة لأحداث الطوفان. In the 600th year of Noah's life, in the 601st year of his life. في عمره لما كان 600 سنة وفي عمره لما كان 601 سنة لما خرج من الفلك. Then we have the purpose of the ark. وعشان كمان الهدف من الفلك. In Genesis 7, في أصحاح 7 من سفر التكوين, God tells Noah to take two of every kind of unclean animal. الرب قال لنوح ياخد اثنين زوجين ذكر وأنثى من and seven pairs of the clean animals. من الحيوانات الغير طاهرة وسبعة من الحيوانات الطاهرة. Why? ليه? Not to start a farm after the flood. الله مش عايز يبتدي بس مزرعة بعد الطوفان ما ينتهي. Verse 3. لأنه عدد ثلاثة بيقول to keep offspring alive on the face of all the earth. عشان الله يخلي يحفظ كل الأجناس اللي هو خلقها. If the flood was local in the Middle East. لو كان الطوفان محلي في منطقة الشرق الأوسط. There's absolutely no need for the ark. ما فيش احتياج لبناء الفلك خالص. Because the animals in North America, South America, Europe, Africa, China, and Russia don't need to go in an ark. كل الحيوانات اللي خارج منطقة الشرق الأوسط ما تحتاجش تروح في الفلك. And Noah doesn't need to build the ark. والحقيقة كمان نوح ما يحتاجش يبني الفلك على بعضه يعني. God could have just said. كان ممكن الله يقول له. Noah. نوح. Go to Europe. روح لأوروبا. I will tell you when to come back. أنا هبلغك إمتى ترجع تاني لمنطقة الشرق الأوسط. Enjoy a nice holiday. اتمتع برحلة جميلة في أوروبا. But the ark was absolutely necessary. لكن الفلك كان أساسي جدا. If it was a global flood. إذا كان طوفان عالمي لأنه كله هيتغطى بالمية مفيش حتى. And then we have the volume of the ark. وعشان كده كمان حجم هذا الفلك. The Bible tells us how big it was. الكتاب المقدس بيشرح لنا كان قد ايه كبير الفلك ده. It was about 1.5 football fields long. كأنه مساحة ملعب كرة قدم أمريكاني 1.5 ملعب ونص. About a half a football field wide. وكان
عرضه بمعدل نص ملعب كرة. And about four stories tall. وحوالي أربع أدوار فوق. ارتفاع أربع أدوار يعني. This was not the ark. اللي انتوا شايفينه ده اللي مرات بيبقى مرسوم في كتب الأطفال عن الكتاب المقدس ده مش الفلك. A little floating bathtub. كأنه قارب صغير ومحطوط فيه كل الكائنات دي. So we need to get that idea out of our heads. ولازم نطلع الفكرة دي من مخنا ومن مخ الأولاد اللي بندرسهم. But we also need to get that idea out of the heads of our children and our grandchildren. لازم تطلع فكرة القارب الصغير دي من مخ الأطفال ومن مخ الأحفاد. I don't know about Egypt. هو مش عارف عن مصر. But in the English-speaking world. في العالم اللي بيتكلم اللغة الإنجليزية. We have lots of books about the flood. في كتب كتيرة قوي عن الطوفان نوح. With little arcs like a bathtub. وبيرسموا الفلك على أساس إنه كأنه قارب صغير. We have lots of them. كتير منهم زي ما انت شايفين. I said lots of them. كتير كتير. I said lots of them. كتير كتير كتير. Lots of them. 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 أنا مش محتاجة ترجمة. تفضل. And when children see that picture, ولما الأطفال يشوفوا هذا المنظر للقارب الصغير, they will think when they get old enough, لما يكبروا ويفهموا أكتر, the flood must be a myth. يقولوا دي ضروري كانت قصة بيحكوها لنا كده وهي ما حصلتش ومش هنصدقها يعني. So from the earliest age, فمن العمر الصغير جدا, we need to teach them the truth. لازم نعلمهم الحق الكتابي. And we need to give them pictures that are accurate. ونديهم صور دقيقة واضحة. Like this one. زي الصورة دي. Which is a picture of the ark we built in Kentucky. دي صورة للنموذج اللي عملوه للفلك في كنتاكي تبع Answers in Genesis. It's often been represented in Christian art as a barge, a square, a rectangular box. عادة في الكتب المسيحية بيصور على أساس إنه مستطيل متوازي مستطيلات يعني نهاياته ما فيهاش حاجة محدبة كده. But engineers tell us that it's very difficult to make square corners from wood and have it strong. يعني الناس المتخصصين اللي هم اللي بيبنوا الحاجات دي بيقولوا صعب انك يبقى عندك مسطح كده ويبقى قوي في الزوايا بتاعته في الجوانب بتاعته. And some researchers have done experiments with different shape boats. وبعض الباحثين مهندسين الباحثين عملوا شوية تجارب على الأشكال المختلفة لنهايات الفلك. And they have found that this design ولقوا إن التصميم اللي قدامكم just naturally causes the boat to turn sideways in the waves. تخلي لما يكون في أمواج عالية تخلي الفلك يزق ما يمشيش في مسار يتزحزح. And so the ark would get hit on the side. فلما يتخبط في ناحية من الأمواج and it would just roll. هيبتدي يحتاج انك تظبطه عشان يرجع لمساره يعني. But this kind of a design which is similar to many ancient ships. لكن التصميم ده اللي هو مماثل لتصميم السفن في التاريخ القديم. It causes the boat to just naturally go perpendicular. تخلي الفلك يمشي في مسار مظبوط. Now it had three levels. كان في ثلاث ادوار جوه الفلك. And we can calculate the volume capacity. ونقدر نحسب حجم الفلك. It was about 450 18 wheelers, semis, yeah. Whatever you call them. Yeah. ده يشيل عربيات شحن الكبيرة اللي انت شايفينها في النهاية دي يشيل 450 عربية شحن كبيرة. Well, how many animals did he take on the ark? طيب كم عدد الحيوانات اللي دخلها في الفلك؟ Well, we've done some calculations. عملنا عدة حسابات. He only took land animals and birds. هو خد الدبابات الأرض وخد الطيور. He didn't take sea creatures. ما خدش الأسماك وكل الكائنات المائية. He didn't take examples of all the plants. ما خدش نباتات. He took mammals and birds and reptiles and amphibians. وخد الثدييات وخد الطيور وخد البرمائيات. And
As we talked about yesterday, زي ما اتكلمنا امبارح, the created kinds كجنسيه are not the same as modern species. مش زي الأنواع اللي موجودة دلوقتي. So he didn't take two of every species on the ark. اتنين من الأنواع هو خد من كجنسيه الجنس رأس العيلة. He took of two of every kind. خد اتنين من رأس العيلة كجنسيه. And so we have calculated that it probably was about 1,400 kinds. إن في حوالي 1,400 نوع من رؤوس العائلات هنسميها الأجناس. And because some of them were seven pairs of a kind, شوية منهم كانوا سبعة. It would be about 7,000 animals. يبقى حوالي 7,000 حيوان وطائر اللي دخلوا في هذا الفلك. But the average size would be about the size of a sheep. الحجم المتوسط لكل الكائنات دي في حجم معزة أو حجم خروف. Now this boat on the left, السفينة اللي موجودة على الشمال هنا, can carry 57,000 sheep. ممكن تشيل 70,000 خروف. It's a little bit bigger than the ark. هي أكبر شوية من حجم الفلك المكتوب في الكتاب المقدس. But there was plenty of room in the ark. لكن في مساحة كافية ومكان كافي جوه الفلك. And he was to take two of every kind. ياخد اتنين من الأجناس. So we talked about the fact. اتكلمنا عن حقيقة. That the kind is at the level of the modern classification of family. إن كلمة kind أو كلمة أجناس هي في حدود منطقة العائلة. So he didn't take all of those horses on the ark. ما خدش كل أنواع الحصينة دي اللي أنتوا شايفينها. He took two horses on the ark. خد اتنين من الحصينة فوق. And in the genetic information of their DNA. وفيهم المادة الوراثية. Was the information to produce all of that variety after the flood. لما يطلعوا بعد الطوفان تتكون كل أنواع الخيول اللي احنا نعرفها. He didn't take all of those dogs on the ark. ما خدش كل أنواع الكلاب دي جوه الفلك. He took two dogs. خد اتنين بس في القمة. He took two chickens. خد اتنين من الدواجن فقط. He took two cats. هو خد اتنين من القطط. He took two elephants. خد اتنين من الأفيلة. And he took two of every kind of dinosaur. كل أنواع الديناصورات أخذ منهم اتنين في رأس العائلة بتاعت أنواعهم. So there was plenty of room in the ark. كان في مكان كافي لكل هذه الكائنات إنها تدخل Another evidence that it was global. ودليل تاني إنه كان عالمي طوفان عالمي. Is where the ark landed. لما توقف الطوفان ورسى هذا الفلك في مكان. It landed on the 150th day. Landed, يعني استقر بعد 150 يوم. On the top of a mountain. في قمة الجبال. In the mountains of Ararat. في جبال سلسلة جبال أرارات. And the Hebrew there is clear. والكلمة العبرية هنا واضحة. It's in the mountains, plural. في سلسلة جبال مش في جبل. So we don't know which mountain. ما نقدرش نعرف أنه واحد من سلسلة الجبال دي. But then the next verse tells us. لكن العدد اللي بعديه بيورلي بيعرفنا. That it was 74 days before Noah could see any other mountains. إنه قعد 74 يوم قبل ما يشوف بقية قمم الجبال اللي حواليه. So the ark landed on the top of the mountain. فالارك الفلك استقر على رأس واحد من الجبال. Not down in a valley. لكن مش في الوديان. So how do you get the ark to the top of a mountain? إزاي توصل السفينة دي الارك الفلك في قمة جبل؟ Without a global flood. من غير ما يكون في طوفان عالمي وبعد كده يستقر الفلك والمياه تنحسر بعد كده. One more evidence of the global flood. دليل تاني على إنه كان طوفان عالمي. The rainbow promise in Genesis 9. قوس قزح اللي الله وعد به في الميثاق كعلامة العهد في أصحاح 9 من سفر التكوين. God says, "Never again will I send a flood to destroy the earth." الله وعد إنه مش هيبعت طوفان عالمي كامل عشان يدمر الأرض زي طوفان نوح مرة تانية. And he made the promise to Noah and all of his descendants. عطى الوعد لنوح وكل الأجيال التي تعقبه.
to the animals and all of their offspring. والوعد كان برضو للحيوانات وكل نسلها. And he made the promise to the earth itself. ووعد كمان إن الأرض مش هتبقى destroyed مش هتتدمر بطوفان عالمي تاني. If the flood was local. لو كان الطوفان محدود أو محدد في مكان واحد. Then God lied. معنى كده إن الله ما قالش الصدق في هذا الموضوع. Because there have been many local floods. لأن في طوفانات محلية بنسمع عنها من وقت للتاني. That have killed some animals, some people, and destroyed some of the earth. بتقتل بعض الحيوانات وبعض البشر وبتأثر على طبقات الأرض في المنطقة اللي حصل فيها الطوفان. And he gave the promise of his the reminder of his promise was the rainbow. إن الله عطى الميثاق لكن علامة الميثاق هو قوس قزح. It's a sign that the flood happened. إنه دليل الطوفان حصل. But it's a sign that the global flood will never happen again. إنه الطوفان العالمي مش هيحصل مرة تانية. But the homosexual movement, لكن للأسف الناس المثليين, has stolen the sign of God's judgment and promise. خدوا العلامة بتاعة الميثاق اللي بتعلن عقوبة الله على العالم وبتعلن وعد الله في المستقبل أخدوها كالشعار بتاعهم. And then we have the command to the post-flood animals and man. وعندنا التعليمات الله أعطاها للما بعد الطوفان للحيوانات وللإنسان. God commands the birds and the animals to reproduce and fill the earth. الرب أمر الطيور والحيوانات إنها تتكاثر وتملأ كل الأرض. And in chapter 9 he commands Noah and his family to fill the earth. وفي اصحاح 9 الرب امر نوح واولاده انهم يتكاثروا ويثمروا ويملأوا الارض. The commands only make sense. التعليمات دي تعطي معنى واحد. If there was a global flood. اذا كان الطوفان ده طوفان عالمي. And then we see the origin of all nations. وكمان بنشوف أصل كل المجموعات البشرية والدول المختلفة. Genesis chapter 10 verse 32. في أصحاح 10 من سفر التكوين وعدد 32. Says that all the nations of the earth came from Noah and his family. إن كل شعوب العالم أتت من عائلة نوح أولاده الثلاثة وزوجته. And those flood traditions show that that is true. ودي الأساطير أو القصص اللي موجودة عن الطوفان في كل بقاع العالم. And the flood makes sense of the earth's population. وكمان الطوفان بيدي فكرة معقولة عن تعداد السكان في العالم. From Noah's family of 8 people. من عيلة نوح لما كانوا 8 أفراد. Could we get the population of the world we have today? هل ممكن يكون عندنا تعداد السكان اللي موجود دلوقتي؟ Yes. الإجابة نعم. The average population growth rate today معدل النمو في السكان اليومين دول is less than 0.5% per أقل year. أقل من 0.5% كل سنة. No, actually, I made a mistake. If you had an average growth rate since Noah of 0.5%. Yeah. إذا كان بنفترض إنه في معدل نمو للسكان أقل من 0.5% في السنة. You could reach today's population. تقدر توصل لتعداد السكان الحالي في العالم دلوقتي. The present rate is 1.7%. المعدل اللي إحنا موجود حالياً هو 1.7%. Now, if that has always been the average, لو كان 1.7% في السنة من زيادة تعدد السكان ده كان المتوسط عبر آلاف السنين من وقت نوح. Or if it's always been 0.5%, أو إذا كان مجرد 0.5% من وقت نوح. The evolutionists have a huge problem. الجماعة اللي بيؤمنوا بالنشوء والارتقاء هيكون عندهم مشكلة ضخمة جدا. Because they say that Stone Age people lived between 1 to 10 million years. لأنه في النشوء والارتقاء بيقولوا إن الناس اللي عاشوا من سنة واحد لسنة مليون. Or at least 100,000 years ago. على الأقل من 100,000 سنة مضت. And if that's so. إذا كان ده صحيح. Then there should be 4 to 40 billion bodies. In the earth. المفروض يكون في 4
مليون ل 40 بليون جسم موجود على الارض. We should have billions of people and their artifacts. نلاقي بلايين من الناس ونلاقي بلايين من الحفريات والآثار. Buried in the surface of the earth. موجودين في طبقات الارض. But the evidence is missing. لكن ما فيش دليل على الكمية دي ولا العدد ده ولا التوزيع ده. What we see today اللي بنشوفه دلوقتي fits with the Bible's time scale. بيمشي مع التاريخي الكتابي بآلاف السنين مش الملايين دي اللي احنا شفناها. One more evidence of a global flood. كلمة تاني بتوري انه كان طوفان عالمي. And that is the word for, the Hebrew word for flood in Genesis 6 to 9. ان كلمة الطوفان اللي موجودة في تكوين من أصحاح 6 إلى 9. It's the Hebrew word mabul. الكلمة اسمها mabul. And it is only used in Genesis. وذكرت بس في تكوين. And in Psalm 29 verse 10. وفي مزمور 29 عدد 10. Where it says the Lord sat as king at the flood. إن الله ملك على مياه الأرض. Yes, the Lord sits as king forever. إن الله بمملكته تسود على كل العالم. And the flood revealed that God is the king. بتعلن إن الله هو الملك والمتحكم. All other floods in the Bible are described using a different Hebrew word. كلمة طوفان اللي ذكرت في أجزاء أخرى من الكتاب المقدس بتستخدم كلمة عبرية مختلفة عن اللي ذكرت وقت نوح. So the flood was historical. يبقى احنا اثبتنا دلوقتي ان هو حدث تاريخي. The flood was global. انه كان تاريخي وعالمي. And the flood was catastrophic. وانه كان كارثه كبيره اثرت على العالم كله. We come back to the purpose of the flood. هنرجع تاني للهدف من الطوفان. Not only does it speak of the flood being global. مش بس بيورينا ان هو طوفان عالمي. It also speaks of it being violent. إنه كان طوفان عنيف. Because in verse 7 God says. لأنه في عدد 7 في سفر التكوين أصحاح 6 بيقول. I will blot out man and the animals and the birds. إني هقضي على كل ما في الأرض الإنسان والحيوانات والدبابات الأرض. And in verse 13 it says. وفي عدد 13 من نفس الأصحاح بيقول. I will destroy them with the earth. إن الله هيقضي عليهم ويقضي على الأرض هتحصل تغيرات. في قشرة الأرض. So this was not a peaceful flood. ده ما كانش طوفان هادئ ملوش أي تأثير جيولوجي. It was a destructive flood. هو كان طوفان مدمر. The dimensions of the ark also point to this. حجم الفلك كمان يبين إن هو حاجة ضخمة عالمية لأن في طوفان عالمي لازم في فلك كبير. Genesis 6 says it was 300 cubits long. في أصحاح 6 من سفر التكوين بيقول إن طوله 300 ذراع 50 cubits wide عرضه 50 ذراع and 30 cubits high ارتفاعه 30 ذراع. A cubit is the distance from your elbow to your fingers. الكيوبيت اللي هو الذراع هو المسافة من الكوع بتاعك لحد الصوابع بتاعتك. These dimensions are very significant. المسافات المذكورة دي المقاييس دي مهمة جدا. In fact, I know of an Australian nautical engineer. إنه في مهندس بحرية في أستراليا. Who was an atheist. هو كان شخص ملحد. And he read the account of Noah's flood. وقرا التفصيلات بتاعة طوفان نوح في الكتاب المقدس. And because of this verse. لأنه بسبب هذه المقاسات المذكورة بدقة. And the dimensions that are given. والمقاسات اللي ذكرت دي. He was convinced this is a true account. ابتدى يصدق ان ده كلام صحيح ليه معنى ممكن يحصل. And he very soon after became a Christian. وبعد كده ابتدى يثق في كلمة الله واصبح انسان مسيحي. Those dimensions give maximum stability. المقاسات دي تدي اقصى ثبات. With maximum comfort. وراحة كاملة للكائنات اللي جوه الفلك. And maximum strength. وتدي أقصى قوة لأن في أمواج عالية هتحصل. If it was shorter or more narrow, إذا كان أقصر إذا كان أقصر أو أضيق أو أعلى. It would move too much in the water. هيفضل يتحرك جامد قوي في المية فاللي جوه هيقعدوا يتلقلقوا ورايحين جايين.
Or it would break apart in the waves. أو ممكن لما الأمواج العالية تروح مكسرة حتت منه. Now we have said that there are many flood stories around the world. إحنا قلنا إن فكرة الطوفان موجودة في حضارات مختلفة زي ما شايفين على الخريطة. But the descriptions of their arcs are not believable. لما بنقرأ في الحضارات بتاعتهم ويوصفوا الفلك كلام مش منطقي ومش علمي. I believe this is the Gilgamesh epic art. ده أكتر واحد مشهور في وثيقة جلجاميش رسمين الفلك بالشكل اللي أنتوا شايفينه على الصورة. In a flood that would roll like a ball. في لو كان ده بشكل المكعب ده مش 350 في 30 لو كان شكل المكعب هيفضل يتقلب وفي الأمواج العالية. Here are pictures of other arcs represented in the ancient stories. ده برضو رسمة للفلك في قصة من قصص القديمة عن الطوفان في حضارات مختلفة. Too small and not able to survive the flood. إنه صغير قوي وما يقدرش فعلا يعيش في الأمواج العالية اللي هتحصل والمياه الكثيرة. And how would you like to be on that ark? تحب تكون جوه الفلك المرسوم قدامك دلوقتي؟ No, thank you. I will skip this. شكرا كثيرا. أنا هعدي الحكاية دي مش هعملها. The Bible's dimensions point to the violence of the flood. المقاسات اللي الرب بيذكرها بواسطة موسى في سفر التكوين بتعلن ثبات هذا الستركتشر الفلك علشان الطوفان العنيف اللي هيحصل. And then we see the Bible's description of the source and the action of the waters. كمان بنشوف المصدر المياه، المياه دي جت منين عشان تغطي كل الأرض بالشكل ده. In Genesis 7 verse 11, في تكوين 7:11 it tells us the two sources for the water. بتقول لنا عن مصدرين للمياه. If I ask the average Christian, إذا سألت الإنسان المسيحي العادي Where did the water come from? جت المياه منين للطوفان الكبير ده؟ They will say, "Well, it rained for 40 days and 40 nights." هقول لك هي مطرت مدة 40 يوم 40 ليلة. Well, that's true. ده صح. But that's not the only source of the water. بس ده ما كانش بس المصدر الوحيد للمياه. Genesis says it was the fountains of the great deep. إنه ينابيع الغمر العظيم. And the floodgates of the sky. طوفان المطر الشديدة اللي جت من السماء. And the next verse does say that it rained for 40 days and 40 nights. وبعد كده قال إنه هي مطرت مدة 40 يوم و40 ليلة. But if you read on, لما تكمل قراءة هذا الجزء, you learn that it rained until the 150th day. إنها كملت كمان المطر لحد 150 يوم. And the 40 days. الأربعين يوم الأولانية is probably a reference to how long it was before the ark started to float. غالباً بتورينا إزاي المية ارتفعت لحد ما ابتدى يطفو لأنه اتبنى على الأرض الناشفة وبعد المية ارتفعت فهو طفى. But this was not a lovely spring rain to water the garden. دي بس مش شوية مطرة علشان الأرض تتبل بشوية مية. This was a rain that was an expression of the wrath of God against a sinful world. دي كانت مياه دينونة عنيفة على الأرض. This was monsoon rain. دي زي المنسون اللي بيحصل في شرق آسيا. This was Hurricane Katrina rain. ده زي الهاريكين اللي بيحصل كان هاريكين كاترينا قريب في أمريكا. Day after day, week after week. يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع. Globally. على مستوى العالم كله. And that alone would be violent. وده لوحده هو عنيف، عنيف جدا. The land would become quickly super saturated with water. الأرض هتتشبع بشدة بالمياه. And if there was any slope to the land, ولو كان في أي منحدر لهذه الأراضي, you would have mud slides. هيحصل سحب كبير. هيحصل إن الجبال دي هتنزل. Like we have every year in California. وفي كاليفورنيا بيحصل الحكاية دي كتير لما يكون في مطرة جديدة تلاقي في جبال بتروح منزلة كل مكوناتها على المنطقة اللي تحتيها وتغرقها. But that's probably not the primary source of water. لكن مش ده المكان الأول للمية في موضوع الطوفان. Because it's not mentioned first here in Genesis verse 11. Sorry. It's not mentioned first here in Genesis verse 11. Yeah. لأنه في أصحاح 11 من سفر التكوين ما قالش عن السنة الأولى. And it's not mentioned first in chapter 8, verse 2. وفي عدد 8
في أصحاح 8 وعدد 2 مش هي الحاجة اللي ذكرت كأول حاجة. When God closed the fountains of the deep and closed the floodgates of the sky. إن الله أغلق ينابيع الغمر العظيم اللي انفتحت وأغلق قوى السماوات اللي انفتحت عشان تمطر. Now in the Bible, the great deep usually refers to the oceans. في الكتاب المقدس كلمة الغمر العظيم عادة تعني المحيطات الكبيرة. And the word fountains implies subterranean water coming into the ocean. وكلمة ينابيع اللي هي fountain بالإنجليزي تعني المياه اللي تحت القشرة الأرضية طلعت لبرا. And the word implies it's coming with high pressure. وجاية بقوة واندفاع شديد من subterranean تحت القشرة الأرضية. And it's reasonable based on what we know of the earth. ومنطقيا من العلوم اللي نعرفها عن الجيولوجيا والكيمياء. That water was also hot. إن المية دي كانت طالعة وفيها حرارة شديدة زي ما بنشوف في البراكين بتطلع وميها مية وحرارة في وقت واحد. And it says those fountains burst open. إن ينابيع الغمر انفجرت. That Hebrew word is used several other times in the Bible. والفعل في اللغة العبرية بيستخدم في أماكن مختلفة من الكتاب المقدس. It's used in the book of Numbers. موجود في سفر العدد. When Korah rebels against the leadership of Moses. لما قورح تمرد على قيادة موسى وهارون. And God tells the people of Israel to move away from his family. والرب قال لكل أصباط إسرائيل تبعد عن عائلة قورح. And the Bible says the ground opened. إن الأرض اتفتحت. It's the same Hebrew word. نفس الكلمة انفتحت ينابيع الغمر العظيم. It was a small earthquake. كانت عبارة عن زلزلة صغيرة في الحتة دي. And Korah's family and his tents and his livestock went into the earth. خلت كل هو وعيلته وكل حيواناته انغمروا في هذه الفجوة. The same word is used in Zechariah 14 verse 4. نفس الكلمة ذكرت في سفر زكريا في أصحاح 14. A prophecy about the second coming of the Messiah Jesus. عبارة عن نبوة عن المجيء الثاني للرب يسوع. And it says his feet will touch the Mount of Olives east of Jerusalem. إن الرب لما يجي ويلمس جبل الزيتون في شرق أورشليم. And a huge valley will form. إن هيتكون وادي كبير. So this one word is loaded with geological significance. الكلمة دي محملة بمعاني جيولوجية كتيرة جدا. Because it's telling us that at the beginning of the flood. بتورينا في بداية الطوفان. And for the next 150 days. ولمدة 150 يوم بعد بداية الحدث. The crust of the earth was breaking apart in many places. القشرة الأرضية اتكسرت في أماكن مختلفة من العالم. Especially on the ocean floor. كان ده بصفة خاصة في قاع المحيطات. Now earthquakes often cause volcanoes. الزلازل عادة بتطلع براكين. And if you have an earthquake or a volcano on the ocean floor. لما يحصل زلزلة أو بركان في قاع المحيطات. What will you produce? إيه اللي بيطلعه؟ You will produce a tsunami. بيعمل اللي هو السونامي. And we know what tsunamis do. واحنا عارفين السونامي قد ايه مدمر. That Japanese tsunami. ده السونامي اللي حصل في اليابان. Was incredibly destructive. كان مدمر جدا. Now just imagine. عايزك تتخيل. You have tsunamis happening all over the earth. ان في تسونامي حاصل في كل مناطق العالم مش بس for 150 days. لمدة 150 يوم. The destruction is beyond comprehension. الدمار والخراب ما نقدرش نتصور حجمه. And anything not in the ark. Sorry. And anything not in the ark will die. أي حاجة برا الفلك لازم هتموت. ما لهاش حل يعني. And they would be swept away by the floodwaters. والمية هتحركهم من مكان لمكان تاني. Now, a few important points. في بعض الأمور الهامة. The flood would not be equally violent everywhere at the same time. إنه الطوفان ده مش هيكون دائما عنيف في كل المناطق بنفس المعدل في وقت واحد. And the water didn't instantly the first day cover the whole earth. والمية مش في اليوم الأول ارتفعت وغطت الأرض. لا دي خدت وقت. So while there is still land above water. ليه في لسه مية في أرض نشفة. فوق المية اللي عمالة تحصل فيها المشاكل اللي حكينا عنها. Waves will hit the land.
الرياح والأمواج and then they will go back the other way. هتضرب على الأرض الناشفة وبعدين ترجع تاني تروح وتنحسر. And so in that area the water would be calm until the next tsunami. والمية تبقى هادية في منطقة لحد ما يجي لها التسونامي اللي بعديها. Secondly, the waters didn't completely cover the whole earth. فالمية ما غطتش الأرض كلها من الأول. Until sometime between the 40th and the 150th day. لحد ما بعد يوم 40 لحد يوم 150 في الطوفان. ده لما تغطت وابتدى يطفو. لكن المدة 40 يوم الأولانية حتة هادية وحتة عنيفة. I and some Hebrew scholars who have studied the text carefully. دكتور مورتنسون ومجموعة من العلماء اللي بيدرسوا اللغة العبرية بدقة. Think that probably it didn't cover the whole earth until close to the 150th day. إن المية ما غطتش الأرض إلا لحد قرب نهاية ال 150 يوم قرب النهاية يعني. مش في بداية ال 150. And then from the 150th day to the end, the waters were receding. من 150 يوم لحد النهاية اللي هي 371 يوم كانت المية بتنحسر. So this was a complex year-long event. فده حاجة معقدة في الجيولوجيا رايحة مية وجاية وحاجات زي كده. It wasn't like turning on the faucet in the bathroom. يعني مش زي إنك تفتح حنفية في البانيو. And peacefully filling the bathtub with water. والمية تطلع بهدوء بهدوء لحد ما تملى البانيو. And then pulling the plug. وبعدين تفتح البلاعة. And peacefully it goes down. السدادة والمية تنزل بهدوء 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 تروح في المجاري بتاعتها. It was violent as the waters rose. كان عنيف لما المية ارتفعت. It was also destructive as the waters receded. وكان مدمر والمية بتنخفض. In Genesis 8:3 we read. في تكوين 8:3 بنقرا. The waters receded steadily from the earth. إن المياه تراجعت رجوعاً متوالياً. And at the end of the 150 days the waters decreased. وفي نهاية 150 يوم تاني المياه انخفضت. Now maybe your Arabic reflects the Hebrew more carefully. واللغة العربية قريبة من اللغة العبرية في التعبيرات دي. But in English we have two words, receded steadily. في الإنجليزي في كلمتين إنها تراجعت رجوعا متواليا. It is a translation of the Hebrew. ودولة ترجمة لكلمة عبرية. Which is literally. التي تعني بدقة. The waters returned. إن المية رجعت. Going and returning. رايحة جاية رايحة جاية. So the text tells us that as the waters receded. فالنص بيقول لنا لما المية ابتدت تنخفض. They're moving back and forth. رايحة وجاية ورايحة وجاية. So this will have tremendous erosional power. وده هيكون لها تأثير كبير قوي على إنها تعمل erosion تعمل اللي هو. You have all the soft, wet sediments that were deposited in the first half of the flood. فكل الترسبات اللي حصلت السوفت الطرية في الجزء الأول من الطوفان. And many of them are now being eroded and carried somewhere else. ممكن تكون تأكلت وتراحت في حتة تاني. The Hebrew construction in verse 3. في اللغة العبرية في عدد 3. Is similar to the construction in verse 7. زي الفكرة في عدد 7 من نفس الأصحاح. Where it says that the raven flew, flying and returning. إن الغراب لما نوح أطلقه راح وجه راح وجه. And then in Psalm 104. في مزمور 104. Verses 6-9. من عدد 6-9. There's also a reference to the flood. كان في إشارة للطوفان العالمي. Some think it's a reference to day 3 of creation week. وجزء بيشرح اليوم الثالث من أسبوع الخلق. I don't have to have time to explain why I think that's a wrong interpretation. ما عنديش وقت أشرح إزاي إن ده في لخبطة في مفاهيم بعض الناس. But here it says that the flood waters, as the waters receded. إني لما المية تراجعت. Mountains rose and valleys sank. إني الجبال ظهرت والوديان انخفضت. So people often ask. عدد من الناس بيسأل. Where did the flood waters go? طيب هي جت منين عرفنا؟ طب راحت فين؟
God didn't supernaturally make them disappear. هو الله مش بمعجزة كده خلاهم أوف وراحوا. They went into the new ocean basins. لما الوديان انخفضت زي القاع اللي خد كمية من المية دي وحوشها. Those are some of the floodwaters right there. البحر المتوسط هنا جنبينا ده أحد نتائج الطوفان لما انخفض وادي والمية اتحطت فيه وسميناه بعد كده البحر المتوسط. An indirect evidence of the destruction of the flood. في دليل تاني مش مباشر على الطوفان العالمي. Is the lifespan of the pre-flood patriarchs and the lifespan of the post-flood patriarchs. عمر الآباء البطاركة أو آباء الكتاب المقدس من أول خلق آدم لحد الطوفان نلاقيها أعمار طويلة. بعد الطوفان الأعمال الأعمار قلت. Yes. In Genesis 5, the average age is about 900 years. في تكوين أصحاح 5 اللي هو قبل أحداث الطوفان المعدل للمتوسط العمر حوالي 900 سنة. But after the flood, the ages drop. بس بعد exponentially. Yeah. بعد الطوفان ابتدت تنخفض انخفاض متتالي زي ما احنا شايفين على الكيرف. Something very significant happened in the flood. في حاجة عملاقة حصلت في هذا الوقت. Then there's the Garden of Eden. الدليل الثاني هو جنة عدن. It can't be found. ما نقدرش نجد مكانها فين. That's because the flood radically changed the surface of the earth. لأن الطوفان والجيولوجيا اللي حصلت فيه عجنة الأرض غيرتها فما نقدرش نعرف جنة عدن موجودة فين. In Genesis 2 it says a river flowed out of Eden. في أصحاح 2 من سفر التكوين بيقول إن في نهر بيجري من جنة عدن. And it divided into four rivers. وبيتفرع لأربعة فروع. And it names the rivers. وبيسمي هذه الأنهار. Two of which were the Tigris and Euphrates. اثنين منهم لسه مشهورين اللي هو الدجلة والفرات. And people say. والناس بتقول. Well, see, that shows that the flood was local. ده يورينا إنه الطوفان محلي. No. لا. It's the same name. هو الاسم هو اللي اتكرر. But they're not the same rivers. لكن مش نفس النهر. Here you have the Middle East. أنت بتشوف هنا منطقة الشرق الأوسط. The Euphrates is west of the Tigris. اليوفريتس الفرات في غرب الدجلة. But they start in two different places in the mountains of Turkey. لكن بيبتدوا في مكانين مختلفين في تركيا يعني مش مصدر واحد ويتفرع على أربعة. And then they flow together. وبيمشوا مع بعض. Here is the ancient kingdom of Assyria. ودي سوريا القديمة أشور. At its greatest extent. وده المدى بتاعها. This is a very different geography. ده عبارة عن جغرافيا مختلفة عن اللي احنا شايفينها دلوقتي. In Genesis 2 it says the Tigris is east of Assyria. في أصحاح 2 بيقول ان ظهر دجلة في شرق. But actually the Tigris was in the middle of Assyria. لكن نهر التايجر في نص سوريا مش في شرقها. Well, why does Genesis 2 say Euphrates and Tigris if they're not the same rivers? طب ليه بيقول عليهم إذا كانوا هم مش نفس النهرين؟ ليه بيقولهم بنفس المسمى يعني؟ For the same reason that we have Birmingham, Alabama, and we have Birmingham, England. Right. للسبب نفسه بتاع إن عندنا أسماء كلمة زي Birmingham دي بلد عندنا في إنجلترا وفي Birmingham في أمريكا. And we have Moscow, Idaho, in America. في بلد اسمها موسكو وهاي في أمريكا. And we have Moscow, Russia. وموسكو في روسيا. And we have the Severn River in England. في حتة اسمها الأنهار السبعة Severn River. And the Severn River in Australia. وفي أستراليا في برضو السبعة أنهار. They're not the same cities. ما هما مش نفس المكان. They're not the same rivers. ما هواش نفس النهر. They're the same names. لكن هما نفس الاسم. Why? ليه؟ Because people from England went to America. لأن الناس هجروا من إنجلترا لأمريكا. And people from England went to Australia. وناس من إنجلترا هاجروا لأستراليا. And they used the same names. استخدموا نفس الأسماء اللي متعودين عليها. فلما هاجروا في مكان جديد ولقوا بحر أو نهر سموه بنفس الاسم القديم. The post-flood people used names from the pre-flood world. فالناس اللي خرجوا من الفلك بعد الطوفان لما لقوا نهر سموه بالأسماء اللي هم عارفينها قبل كده.
Now, what would you expect to find from a global year-long catastrophic flood? إيه اللي تتوقع أن تتراه بعد سنة كاملة من طوفان مدمر بالحجم ده؟ Well, you would expect to find billions of dead things. تتوقع بلايين من الكائنات الميتة. Buried in rock layers. مدفونة في طبقات رسوبية كتيرة. That were once soft sediments. اللي في يوم من الأيام كانت أماكن طرية. Of sand and silt and clay. إنه عبارة عن الساند الرمل وأنواع أخرى من أنواع الرمل يعني. You would expect to find evidence. تتوقع أن ترى دليل. That those rock layers were deposited by water. إن كل الطبقات الرسوبية دي اترسبت نتيجة مية زحفتها وانحصرت عنها. And if it was a global flood. إذا كان طوفان عالمي صحيح. You would expect to find the evidence all over the earth. تتوقع أنك تلاقي هذا الدليل موجود في أغلب أو في كل مناطق العالم. And the miracle of miracles is. معجزة المعجزات بقى. That's exactly what we find. ده اللي بنشوفه لما نروح نحفر ونشوف طبقات الأرض نلاقيها طبقات رسوبية فيها ملايين من الحفريات في كل بقاع العالم مش في حتة واحدة. So Noah's flood left massive geological evidence. عشان كده طوفان نوح ساب لنا تغيرات جيولوجية عملاقة. And we will consider that in the next lecture. ونشرحها بقى بالتفصيل في المحاضرة القادمة. But God is telling us the truth about that event. الله بيقول لنا الحقيقة عن أحداث الطوفان. And Jesus said that event is the warning of the judgment to come. والرب يسوع قال إنه الطوفان هو حدث عشان يحذرنا من الحقوبة القادمة على العالم. And my friends here in Alexandria. وإحنا هنا في إسكندرية. And my friends watching on the internet. وأحبائي اللي بيشوفونا على القنوات قناة الكرمة. You need to understand. لازم تفهم. There is a God who made this world. إن الله صنع هذا العالم. He is a holy God. هو إله قدوس. And judgment is coming. وفي عقوبة هتأتي. And He has provided an ark of salvation. والله أعد وسيلة للنجاة. His name is Jesus Christ. هذه الوسيلة هو الرب يسوع المسيح. Your good works cannot save you. أعمالك الصالحة لا تستطيع أن توديك للسماء. Your religious activities cannot save you. الأنشطة الدينية اللي بتعملها في حد ذاتها ما تقدرش توصلك للحياة الأبدية. Your only hope is to get in the ark. الأمل الوحيد ليك وليا إن إحنا ندخل داخل الفلك. And you get in the ark of Jesus. إنك تدخل تبقى في المسيح. By admitting to God that you are a sinner. بأنك تعترف بأنك إنسان خاطئ. And you deserve His judgment. وإنك العقوبة دي عقوبة عادلة لو وقعت علي وعليك. But you thank Him and you trust Him. لكن تشكره وتثق فيه. That Jesus died in your place. إن الرب يسوع مات بالنيابة عني وعنك. And rose from the dead. وقام من الأموات. To forgive your sins. علشان تدفع ثمن الخطية والله يغفر الخطية. To make you righteous in the sight of God. عشان يخلينا أبرياء أمام الله. And to give you eternal life. عشان يدينا حياة أبدية. So if you have not repented of your sins. إذا ما كنتش تبت عن خطيتك. If you have not trusted in Jesus Christ alone. إن لم تثق في الرب يسوع المخلص الوحيد. I urge you. أنا بأرجوك. Come to Jesus. تعال ليسوع. Trust in Him. ثق فيه. And He will bless you. وهو هيحفظك ويباركك. God bless you. ربنا يبارككم. You want to pray? Dr. Fariz is coming to pray, and then we will. confused already. Dr. Fariz هيصلي وبعد كده يكون عندنا فترة صغيرة للأسئلة وبعد كده يبقى الراحة. الرسالة قدمت بكل وضوح يا أحبائي. لسنا فقط في مؤتمر لإزدياد من المعرفة العالمية، لكن سمعنا أن الله قدوس، والرب يوجه هذه الكلمة لكل واحد موجود فينا. ربما في هذه الأيام مقاييس قداسة الله اهتزت أمامنا جداً، وأصبحنا نتيجة
الضغط على أفكارنا نتلاعب بالخطية وأصبحت الخطية تحاربنا في جهاز الموبايل اللي في ايدينا وعلى الانترنت وفي العلاقات التي لا ترضي الله. والرب في هذا الصباح قدم لنا من خلال حدث تاريخي حقيقي الله أهلك فيه كل العالم، صورة لما سيحدث بعد الاختطاف مباشرة وعند مجيء المسيح. وسؤالي لكل واحد موجود، هل أنت بصدق احتميت في المسيح الفلك الحقيقي؟ وهل أنت في سلام الآن مع الله؟ هل لا تخف من الموت بعد المؤتمر؟ وهل إن أعطاك الله الحياة لا تخف من يوم الدينونة؟ الله الآن في العجمي يأمر كل إنسان، كل شاب، كل شابة، كل مشاهد، يأمر جميع الناس ونحن منهم، كل المشاهدين في كل مكان أن يتوبوا. أرجوك أرجوك إن لم تكن قد تبت لا تتلاعب، هذا الكلام سيدينك إن لم تتب، وهذا الكلام سيكون شاهدا ضدك يوم الدينونة. انتبه، نحن لسنا في مجرد دراسة علمية نخرج منها بأكثر معرفة، لكن نحن أمام خطر خطر خطر. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، وإن لم تتب لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه إذ أقامه من الأموات معطيا للجميع برهانا. أرجو أن نقف الآن جميعا وفي روح الصلاة نرنم مع الأخ يوسف ترنيمة فيها نعلن عن مجيئنا بقلوب تائبة الآن، ولتكن هذه الترنيمة لغة كل منا، ثم نصلي ثم نستكمل ما بعد ذلك. للحالة
رجاء 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 ما تخرجش من أبواب القاعة دي غير وانت متأكد انك ملك للمسيح. كل المعلومات الجميلة دي دون علاقة شخصية مع المسيح ليس فقط لن تفيدك، لكنها ستكون واحدة من حيثيات دينونتك. لذا أتوسل إليك وإليكي، لا تخرج من هذه الأبواب دون أن تحكم في القضية وتسلم حياتك للمسيح. كلمنا الرب بكل وضوح، الله صادق. الناس مش بتقول كده دلوقتي، مسيحيين في الكنائس ما بيقولوش كده، الله صادق، كتابه صادق من أول آية لآخر آية، وعلى هذا الأساس سنقدم حسابا. صلوا معي من فضلكم. ربنا نشكرك من كل القلب لأجل صوتك الواضح لنا في هذه الفرصة. أنت تكلمنا بشكل واضح عن قداسة شخصك، قدرتك، عظمتك، وعن ثبات كلمتك إلى الأبد. يا رب كلمتك مثبتة في السماوات من دور إلى دور أمانتك. ونشكرك يا رب لأنك تقدم لنا هذه الدعوة من خلال هذا الشرح الجميل. نشكرك من كل القلب، ونبهتنا في هذا الصباح أن الطوفان الحقيقي المدمر ما هو إلا صورة مبسطة للهلاك الآتي على العالم، لا بماء لكن بنار. لذا نصلي لكل من حضر وكل من شاهد وكل من سيشاهد أن يعقل، أن يعقل، أن يعود إلى رجديه، أن يرجع إلى نفسه، وأن يقف ويراجع نفسه ويأتي إليك أيها الرب يسوع المخلص مسلما حياته. وكل مؤمن يزداد احتراما لكلمتك، يزداد تقديرا لكلمتك، يزداد حبا لكلمتك، يزداد دراسة بحثا فيها، بل يزداد دفاعا مستميتا عن كلمتك. أجبنا يا رب، بارك ما تبقى، لاسمك كل المجد، آمين. عندنا وقت أسئلة دلوقتي حتى الساعة 12. الرجاء امبارح الجزء الأخير من الأسئلة، السخونة غلبت الـ الإطار اللائق في الأسئلة. رجاء الأحباء فتحين قلبهم، بس احنا لازم نكون بنسيطر على أنفسنا وإحنا بنناقش أو بنعترض، لأنه كمان نراعي إن إحنا طالعين هوا، فمن فضلكم لازم ناخد بالنا من كده. دكتور تيري، دكتور ناجي، تفضلوا.
تمام دلوقتي وقت الاسئله اذا كان في حد عنده سؤال اوكي افرايم في مايك يوصل لافرايم من فضلكم يا اوقف حضرتك عشان يعرفوك يا اتس فاين اتفضل اتفضل بما اننا في مصر الاهرامات وضعها ايه بالنسبه للطوفان تاريخيا لان اعتقد ان الطوفان حصل 2350 قبل الميلاد وفي المدرسه او يعني حتى في كتب التاريخ المعترف بيها في مصر بتدي تاريخ اقدم من 2350 للاهرامات اوكي شكرا بس لا يا ذا كويستشن از وات اباوت ذا ايجيبشن سيفيلايزيشن اند ذا بيراميدز there is a very famous quote, it is 7,000 years and all of that. So he said, how can we fit the civilizations with this chronology? Well, please take no offense. من فضلك ما تاخدش يعني موقف مش كويس. But I do not believe that the Egyptian chronology is without error. إنه كل التاريخ الفرعوني كان في بعض وهم بيكتبوا عنه في شوية أخطاء في المدد. I believe the God of the Bible is without error. هو بيثق ان كلمة الله من غير خطأ. But لكن there's some interesting discussions going on in the English speaking world. في مناقشة في العالم اللي بيتكلم اللغة الإنجليزية. And I don't know where it will end. مش عارف امتى تنتهي المناقشة دي. But there is a Greek translation of the Old Testament called the Septuagint. في حاجة اسمها الترجمة السبعينية للعهد القديم للغة اليونانية. It was produced by Jewish scribes here in Alexandria. اتعملت الترجمة السبعينية في اسكندرية هنا بناس علماء يهود. About 270 years before Jesus. حوالي 270 سنة قبل ميلاد الرب يسوع. And in the genealogies of Genesis 5 and 11, في النسب في أصحاح 5 وأصحاح 11 من سفر التكوين, some of the ages of the patriarchs, بعض أعمار للآباء دول, in the Septuagint don't match the number of the ages in the Masoretic Hebrew text. مش ماشية مع الترجمة اللي موجودة في العبري. Now, as far as I understand, all modern Bible translations are based on the Hebrew text. أغلب ترجمات مبنية على الخط العبري على الوثيقة العبرية. But I know two Hebrew scholars in America who are working on this question right now. في اثنين بيشتغلوا على هذا الموضوع بالضبط الأعمار والمدد. And there are problems with the Septuagint. It is not always correct. Yeah, يعني في مشكلة في الترجمة السبعينية. هي كانت ترجمة مش دقيقة أوي, كانت حسين البس العهد القديم للغة اليونانية, فما كانش فيها الدقة الكاملة. But they think, these two scholars believe that in this case the Septuagint may be giving us the correct years. يا إنه بيفتكروا إن الأعمار اللي موجودة في السبتوجين دي بتدي الأعمار الكويسة. And that would add maybe I think 300 or 350 years to the time between Noah and Abraham. 350 سنة تضاف في المدة دي. So نشوى مراتي عملت بحث عن الموضوع ده, وأنت تقدر تعمل على الإنترنت وتشوف تاريخ الحضارات. هتلاقي تاريخ الحضارة حوالي 3500 سنة الحضارة المصرية, تمام؟ ما هيش 7000 اللي كان بيقولها السادات باستمرار. فالمدد دي اعمل جوجل للحضارات وهتبص تلاقي ان المدد أصغر كتير من المدد اللي انت خدتها في المدرسة. Okay. Can I add one thing? Sure. Please listen carefully. I'm not saying there's a mistake in the Bible. خلوا بالكوا, هو ما بيقولش ان في غلط في الكتاب المقدس. But numbers, numerical words in Hebrew are not always easy. الارقام باللغه العبريه بصعوبه تفسرها, تساوي 70 700 مثلا يعني. So the question is, what did the original Hebrew text say for these numbers in Genesis 5 and 11? النص العبري هو المرجع, وعلينا نفهمه بالارقام المظبوطه
Does the Masoretic text preserve those numbers, or does the Septuagint preserve those numbers? هل الترجمة السبعينية ولا المزيتريك اللي اتعملت هي اللي بتحتفظ بالرقم الصحيح؟ فهو مش في أخطاء في الكتاب المقدس، لكن في الترجمات بعض الأرقام اللي مش ممكن تتماشى مع بعضها مظبوط. But whichever numbers are correct. What? Whichever numbers are the true numbers that Moses wrote. ما تفرقش الرقم اللي كتبه موسى. The earth is only 6,000 or a little more than 7,000 years old. المدة كلها يا إما 6,000 سنة ل 7,500 سنة. فالفرق آلاف السنين مش ملايين السنين اللي اتكلمنا عنها في الجيولوجيا. And it is giving us the true history and the true chronology. وبيدينا الأحداث الحقيقية والأحداث النسب المزبوطة. And the pyramids were made after the flood. والأهرامات اتبنت بعد الطوفان لما خرجوا الناس ومصرايم على فكرة جاء إلى مصر وهو اللي بدأت الحضارة فيه. There are many questions coming. So, right. الأخ اللي هناك خالص نمرة اثنين. بعدين أنت. حضرتك يا. الميكروفون هيروح هناك و. Yeah. فضلك عندي سؤال بخصوص الإيفوليوشن. Right. We better speak about the floods. لو خلي في الإيفوليوشن هنبقى عندنا فترة تانية عشان بس ما نتشتتش. أنا كتبت امبارح ما تجاوبش عليه. معلش نشوف الليستة. طيب قوله عشان بديت. عندنا بعض البكتيريا في الوضع الطبيعي لما بنديها مضاد حيوي زي الأموكسيسيلين بتموت. لكن مع الوقت بيحصل إن هي تتكون ريزيستنس. ومش بتموت لنفس المضاد الحيوي بسبب وجود additional gene right okay مش بنفس السيمبل الموجود الاول لكن حصل كومبليكس وده بيحصل فيه natural selection اللي حصل له الريزيستنس ده هو اللي بيعيش والباقي بيموت فده بنشوف فيها صوره الايفولوشن may I answer this question about the antibiotic review تمام بص الهيليكوباكتر اللي احنا استخدمناها هيليكوباكتر بايلوري اللي بتعيش في امعائنا وبتسبب الالسر الحقيقه لما المضاد الحيوي بتبقى ريزيستنت ليه بيبقى عندها مناعه نتيجه نقص المعلومات بس مش هندخل في نقص المعلومات او زياده المعلومات كل اللي هقوله لك ايه ان الهيليكوباكتر البكتيريا دي لما بقت ريزيستنت بقى برضو اسمها ايه هيليكوباكتر ما بقتش ايشيريشيا كولاي ما بقتش نوع تاني فهو في الجنس خلينا نكمل احنا سمعنا انا سمعتك تسمعني ما فيش تغيير ما تحولتش لسالمونيلا ما تحولتش لنيوموكوكاس كوكاي تمام لكن اصبحت موجوده داخل مجموعتها بس عندها ريزيستنس وعندها مناعه وفي موضوع المناعه ده في قصص كبيره قوي في ناس بيقولوا ان هو كانوا هم اساسا كده ولما موتت المجموعه اللي استجابت للانتيبيوتيك هم ظهروا ففي افكار كتيره قوي على فكره ممتازه علميا فاللي عايز اقوله لك انها ما تحولتش من جنس الى جنس ده القضيه ومهما تحط ملايين السنين وناتشرال سيلكشن على الكلام اللي انت قلته ده ما ينفعش لانه كمان البكتيريا اللي عندها مناعة بتكون أضعف لو طلعتها من الانفايرومنت بتاعها تلاقيها تموت بسرعة فدي ما تقدرش تستمر وبرضو هتطلع لك هيليكوباكتر all the time عمرها ما هتبقى سالمونيلا right we deviated تفضل حبيبي I just answered the question about him. Yeah. هل في مزيد من الأدلة خارج الكتاب المقدس على الطوفان على حقيقة الطوفان؟ Yeah. Are there more evidences outside the Bible about the flood and Noah? Well, there are the 200 flood stories from around the world. إن في 200 قصة عن الطوفان في العالم. إزاي دي هتنتشر في كل العالم وما تكونش حاجة حصلت من الأصل يعني. And some of these flood stories are among people groups. وبعض من الأساطير عن الطوفان في مجموعات بشرية. Who don't live near the ocean. مش عايشين جنب المية. They live in the mountains. عايشين في الجبال. Why do they have a story of a great flood? ليه يسمعوا عن فكرة طوفان عالمي كبير. It comes from their memories of their ancestors. لأن أبائهم وأجدادهم لما بعد الطوفان طلعوا وانتقلوا الأماكن دي حافظين الأحداث اللي حصلت. Who migrated from the Tower of Babel when God confused the language? اللي طلعوا بعد التاور اوف بابل بعد برج بابل والرب confused their language لخبط عمل لهم الألسنة. And they carried this story with them. وخدوا المعلومات دي معاهم في المنطقة اللي عاشوا فيها. But as man fell into idolatry, لما الإنسان ابتدى يبعد عن الله ويعبد الأوثان, and was no longer in contact with the people of Israel, ما كانش عنده اتصال بالشعب اليهودي اللي احتفظ بالحقيقة في التوراة,
Their flood stories became corrupted. ابتدوا يضيفوا عليها حاجات ويحكوا حكاوي غلط عنها، لكن المعنى ان كان في طوفان. Yeah. Yeah. Great. Thanks. تفضل. Yeah. حاضر حاضر. في بعض الأسئلة يعني من الناس اللي بيشكوا شوية في الفلك في حادث الطوفان، إن إزاي دخلت الحيوانات الفلك والحيوانات المفترسة إزاي عاشت مع الحيوانات الأليفة. أوكي. وكمية الأكل أكيد كان محتاجين لكمية كبيرة قوي. أوكي. والنباتات إحنا قلنا ما فيش نباتات طبعا دخلت فتدمرت كلها، إزاي رجعت تاني من الأول. Right. Okay. وآخر حاجة يعني الوقت بالظبط اللي إحنا سمعنا كذا حاجة وفي الكتاب مش واضح بالظبط الوقت اللي قعد فيه نوح وولاده جوه. لا الفضل. الكتاب واضح قوي في الحته دي فمش هجاوب عليها. اوكي. Yeah. Okay. He's asking how many animals, you answer that, how the animals who are eating flesh, I mean carnivorous. Yeah, carnivorous. Yeah. The carnivorous animals survived during this time, and what about the plants? They didn't enter, have they been destroyed, how they are preserved outside the flood. Thank you. Okay. The plants can be preserved by the seeds. النباتات ممكن تعيش بالحبوب بتاعتها، البذار بتاعتها. Very light seeds can be carried in the atmosphere in the winds for years. والحبوب دي او البذور بتاع النبات بتنتقل بالرياح من مكان لمكان عبر And seeds can float on the surface of the water. الحبوب دي ممكن تطفو على سطح المياه. And of course Noah took many plants for food, so he had many seeds. فهو طبعا كان عنده حبوب في الفلك. And just like there are many there's much variety within a single kind of animal. زي ما كان في اجناسها في الحيوانات. So there is much variety built into the genetic code of different kinds of plants. فالنباتات برضو عندها جينات وفي مجموعات، فبعد كده لما تطلع بعد الطوفان تنتشر ويكون لها الأنواع المختلفة من النباتات اللي احنا شايفينها. In fact, there's so much variation built into plants. إنه في اختلافات كتيرة موجودة في النباتات. That one botanist told me. واحد من علماء البوتاني اللي هو علم النبات. That the plants, the plant kinds may be at the level of let's see, species, genus, or order. Order, yeah. Yeah. Okay. صعب حكاية الترجمة دي في الحتة دي. بيقول إنه الكاينز اللي هي رأس العائلة في مستوى أعلى من العائلة مستوى أعلى منها في التقسيمة الكبيرة. ببساطة إن ممكن يبقى في معلومات جينية في النباتات. فاكرين لما الرب خلق النباتات في اليوم الثالث بعد ما قال لتظهر الأرض و خلق النباتات كجنسه 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 بنفس المنطق بتاعنا. Yeah, that's sorted. What about the هو عايز يوريك هو هيتكلم عنها حالا. انا عارف الاجابه بس مش Now it is a known fact معلومه معروفه that carnivores الحيوانات المفترسه will eat plant material ممكن تاكل نباتات If they don't have anything else to eat. لو ما كانش قدامهم حل تاني. And I recently had an interesting experience with our dog. وهو كان عنده خبرة مع الكلب بتاعه. We went on a little canoe ride with our grandchildren. ركبوا مركب كده في مكان مع أحفاده. And our dog was eating some of the grass on the side of the river. وكان الكلب بتاعه عمال يأكل شوية الأعشاب على الحدود النهر اللي بيعدوا فيه بيلعبوا فيه. But let me show you a couple pictures. عايز يوريكوا صورتين. I just read an article yesterday. هو قرا مقال امبارح. About research about a new عن بحث عن research about a certain shark. عن بعض السمك القرش. And they discovered واكتشفوا that this shark ان السمك القرش ده ate seagrass كان بياكل حاجات نباتيه في الميه and they killed the shark after observation هم
شرحوا هذا الحيوان القرش. And studied the contents of its stomach. ودرسوا البقايا اللي في أمعائه وفي معدته. And analyzed its blood. ولقوا فيها دم. And they حللوا دمه سوري. They were surprised to see واستغربوا انهم لقوا that not only did this shark eat seagrass انه مش بس اكل اعشاب but it had enzymes in its stomach that enabled it yeah sorry oh no it's, oh, I got it's, yeah moment go yeah, ahead play I think they wanted yeah حاضر هنحاول حاضر sorry for interruption. Yeah. Okay. So they found that not only did this shark eat seagrass, you know, مش بس أكل أعشاب, it also was absorbing the nutrients from that seagrass effectively. وكان قادر يمتص المادة المفيدة الغذاء اللي موجود في الأعشاب دي بدرجة ممتازة. In the 1950s, there was a family from the state of Washington. في 1950 كان في عيلة من مقاطعة واشنطن. A husband and wife went to the zoo. راجل ومراته راحوا حديقة الحيوانات. And while they were at the zoo, وهم في الحديقة, they saw a little baby lion. لقوا أسد صغير. That was being attacked by its own mother. ومامة الأسد كانت عمالة تضرب في الفهد الصغير الأسد الصغير. I don't know the details. هو مش عارف التفصيلات. But somehow the man reached into the fence and pulled out the baby. الراجل اللي كان بيزور ده لما شاف البيبي الصغير بتاع الأسد ده اللي عمال يضرب راح حاطط إيده وراح سحبه. And he got permission to take that baby lion home to his farm. وخد إذن من القيادة بتاعة الزو حديقة الحيوانات إنه يأخذ هذا الأسد الصغير ويربيه في الفارم بتاعه في المزرعة بتاعته. And he nursed that baby lion back to health. وابتدى يهتم به لحد ما صحته تحسنت البيبي الصغير. And then he began to introduce meat. وابتدى يقدم له أكل في لحوم. He would put meat in the bowl of milk. هيحط شوية لحمة في وقت في شوية لبن. The lion drank the milk and left the meat. الأسد شرب اللبن وساب اللحمة. He wrapped the meat in vegetable material. حط خضروات حوالين اللحمة وحطها قدام الأسد عشان يأكل. The lion ate the vegetables and left the meat. الأسد أكل الخضروات وساب اللحمة. The lion grew to full maturity. كبر هذا الفهد الصغير ووصل لأسد كامل. He never ate meat. ما أكلش لحمة خالص. They hung the meat right in front of the cat. حطوا اللحمة قدامه. And it turned its head away. راح موري وشه الناحية التانية. And the lion's favorite animal at the man's farm. وأصبح أكثر حيوان محبوب في هذه المزرعة. Was Becky the lamb. Becky the lamb هو كان الحمل البسيط ده في حمل تاني موجود في المزرعة دي كان هو المشهور أو المحبوب واسمه بيكي. And then a few years ago it was reported about a lion in Kenya. وسنوات سابقة جاء تقرير عن أسد في كينيا. And the scientists observed six times. العلماء لاحظوا لمدة ست مرات. That this lion was caring for this female lion was caring for a baby gazelle. إنه اللبوة دي أو الأسداية دي كانت بتعتني بغزال. One time a male lion came and killed the baby. في يوم من الأيام جاء أسد تاني وقتل هذا البيبي صغير. This female lion went and found another baby gazelle. راحت اللبوة دي أخذت دورت على غزال تاني عنده بيبي صغير عشان تعتني بيه. One time the scientist came and took the baby away. في مرة من المرات جاء العالم وراح واخد الطفل ده برا. She went and found another baby gazelle. راحت دورت على طفل تاني غزال علشان تعتني بيه. And then there was the interesting report about a man in Italy. وفي تقرير كويس من واحد عن واحد في إيطاليا.
who had a pet lion. إنه كان عنده بيربي أسد صغير في البيت زي ما بنربي القطط والكلاب. And he raised it from a baby. وهو اهتم بيه من لما كان صغير قوي. And for 7 years. لمدة 7 سنين. It fed the lion. وكان بيدي أكل للأسد. A diet of potatoes, green vegetables, and cheesy pasta. بطاطا ومكرونة وشوية خضروات. And finally, it was too much for him. كان كتير قوي بالنسبة له. And so he gave the lion to an animal preserve in South Africa. بعت لمستعمرة في أفريقيا الجنوبية بتحافظ على الحيوانات. And soon after she arrived in South Africa, لما وصلت لأفريقيا الجنوبية, she began to eat meat for the first time in her life. ابتدت تأكل لحمة لأول مرة في حياتها. Most crocodiles and alligators. التماسيح أغلبها. Research has shown. الأبحاث أثبتت. Will choose to eat fruits and plant material. بتفضل تأكل أكل نباتي. So sharp teeth are not proof that the creature ate meat. إني السمك القرش بأسنانه القوية الكبيرة ده مش دليل إنه بيأكل لحمة. And carnivores can live on a vegetarian diet if they have to. الحيوانات المتوحشة ممكن تعيش على أكل نباتي إذا كان لازم ده. Yeah. Okay. Right. Your question then. تفضل. We have only 7 minutes remaining, so. هو سؤال يعني ممكن يكونش بسيط قوي مركب بس أنا هقوله يعني بصفة. قوله رزقك على الله. تمام. تفضل. المية اللي جت من فوق دي لما بيقول الكتاب ان طاقات السماء اتفتحت هل ده الغمر اللي اتقسم نصين بالجلد right. وهل المية دي كانت في الغلاف الجوي ولا بره وازاي يكون موجود مية متعلقة right. وهل لسه موجودة ولا لا لان داود اتكلم في المزامير مزمور 148 وعدد 4 عن المياه التي فوق السماوات هل هي دي يقصد بها كده ولا right. okay thanks he's asking that the water that came from the from heaven was it a sort of canopy and is it still there because David mentioned it in one of the Psalms that the water is coming. Yeah, we have only 7 minutes. Yeah, the canopy theory was a very popular theory among creationists. فكرة إن كان في غلاف من المية حوالين الأرض دي كانت فكرة مشهورة جدا في وقت من الأوقات مع العلماء اللي بيؤمنوا بالخليقة. In the later part of the 20th century. في نهاية القرن العشرين. But today it is not widely accepted among creation scientists. لكن دلوقتي مش مقبولة بصفة كبيرة مع علماء اللي بيؤمنوا بالخليقة. For two reasons. لسببين. One, the verses in Genesis 1 and Genesis 7. في الآيات اللي موجودة في أصحاح 1 وأصحاح 7 من سفر التكوين. That were used to support the idea of a canopy. اللي افتكروا إنها بتؤيد فكرة وجود غلاف من المية حوالين الأرض. With further investigation, we concluded they don't teach that. بالتفصيل والدراسة الأقصى اكتشفوا إن النصوص دي لا تعني وجود طبقة من الغلاف المائي حوالين الأرض. But also creation scientists did scientific modeling of the atmosphere. العلماء اللي بيؤمنوا بالخليقة عملوا موديلات للأتموسفير للغلاف اللي محيط بالأرض على الكمبيوتر طبعاً. Yeah. Using models from the United States government. خدوا نماذج من الحكومة الأمريكية بالطبقات. And they tried to test this idea scientifically. وحبوا يدرسوا موضوع إنه ممكن تكون في طبقة من المية محيطة بالأرض اللي هي الكانوبي دي اللي قالوا. And they used a model of a vapor canopy. وعملوا نموذج إنه بخار مية بس. A liquid canopy. أو مية سائلة. An ice canopy. أو مية متجمدة. And the temperature, the greenhouse effect was so strong. تأثير الجرينهاوس إفكت ده ما أعرفش أفسرها زي إنه الغلاف الاحتباس الحراري أفتكر بيقولوا عنه. Yeah. The surface temperature of the earth was too hot for life. إن تكون الأرض حرارة الأرض تبقى عالية قوي لو فيه الغلاف ده موجود. I will maybe we'll have time to talk about
the waters above in Genesis 1. Yeah. المياه التي فوق الجلد دي محتاجة تفسير في وقت أطول شوية. Tomorrow, if we talk about the Big Bang or if we have question time. Yeah, ممكن نكمل ده بعدين. أعتقد إن وقتنا خلص لأن في ترنيمة وإن شاء الله كل أسئلة دي اكتبوها من فضلكم. إحنا بنحب الأسئلة وعايزين نسمع كل أسئلتكم وهنشوف مع قادة المؤتمر إذا كان في فرصة نعمل فيها أسئلة تانية أو لا. هنقول لكم في المحاضرة الجاية. شكرا. Thank you. Thank you, Doctor. كلمة مطلوبة. أنا عايش في الفلك، أنا عايش في سفينة المسيح، أنا قلبي. دكتور ناجي مبسوط إن احنا نرنم الترنيمة دي. تيجي نقف مع بعض ونهتف. بالإنجيل والخلاص.
الأكل.